نبدأ بسم الله. النهاردة هنتكلم عن ال اوكي النهاردة هنتكلم عن السيسكو اي سي اي في ام وير انتجريشن او الفي ام ام انتجريشن. سيسكو اي سي اي يقدر انتجريت مع اي هايبرفايزر تكنولوجي موجود في الانفايرمنت. هايبرفايزر تكنولوجي زي ايه؟ زي الفي ام وير، زي المايكروسوفت هايبر في، زي الكي في ام، واي تكنولوجي اي هايبرفايزر موجود عندك في الداتا سنتر يقدر سيسكو اي سي اي ينتجريت معاه. طيب قبل ما نتكلم عن الانتجريشن مع السيسكو اي سي اي، خلينا نشوف احنا كنا بنشغل ازاي الفي ام وير في الانفايرمنت التراديشنال اللي عندنا. طيب الفي ام وير بيشتغل ازاي مبدئيا؟ الفي ام وير الهوست بتاعه اسمه الاي اس اكس اي، والاي اس اكس اي هو السيرفرز اللي عليهم الفيرتشوال ماشينز. اوكي طيب الاي اس اكس اي دول كلهم مانجد من خلال ابلكيشن اسمه او سيرفر اسمه الفي سنتر. الفي سنتر مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن كرييتنج الفي ام وتوزيع الفي ام على كل الاي اس اكس اي هوستز اللي موجودين عندي في الداتا سنتر. انت تقدر تشتغل الاي اس اكس اي ستاند الون، بس اغلبيه السيت ابس اللي موجوده في الداتا سنتر هو عباره عن مانجد في سنتر مانجد ابروتش، زي بالظبط لما بتشتري سيسكو اي سي اي فابريك تقدر تشغله نكسس اوكي ستاند الون وتقدر تشغله تحت الايبك. كذلك نفس القصه في السيسكو في الفي ام وير. فانت عندك الفي سنتر هو الاوركستريتور اللي ما بين الاي اس اكس اي انفايرمنت، بيكريت الفي ام وكمان بيعمل حاجه ثانيه، بيكريت حاجه اسمها الفي دي اس الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش. والفي دي اس هو عباره عن في ام وير سويتش متوزع على كل الاي اس اكس اي، وظيفته ان هو يمانج الفيرتشوال نتوركينج داخل الاي اس اكس اي هوستز المانجد من خلال الفي سنتر. اوكي الفي دي اس ده طبعا كل اي اس اكس اي هوست يا جماعه ليها ابلينك، والابلينك دي بتبقى ايه؟ بتبقى كونفيجرد واسوسييتد مع الفي دي اس او الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش بتاعها. الفي ام ادمنستريتور بيديلك الابلينكس، والابلينكس دي بتبقى كونكتد في الاغلب على الكور سويتش بتاعك 95 او ال 68 او وات ايفر. انت بتعمل ايه؟ انت بتكونفيجر الفيلان، بعدين بتترانك الفيلان جوه الانترفيسز اللي ايه اللي شابكه عليك. يعني هنقول ده انترفيس 1 على 10 و1 على 9 اوكي، والاثنين دول شابكين عندك في الكور سويتش، شابكين على اي 6 اي هوست، لكن هم جوه الفي سنتر كمانجمنت داخلين جوه الفي دي اس او الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش ده. طيب ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ بيجي الفي دي اس، طبعا انت عملت كريت للفيلان وعملت لها ترانك تحت الانترفيسز دي، بيجي الفي دي اس بيعمل ايه؟ الفي دي اس بيعمل حاجه اسمها البورت جروبنج، وبيبتدي يدي تاجنج او يعمل فيلان. هنقول مثلا ان فيلان دي الترانك ده احنا قلنا فيلان 9، يبتدي كاري فيلان 9 ويحطها تحت الابلينك بتاعها كمان، يقول والله انها تبقى على الابلينك 1 وابلينك 2. فبالظبط بيعمل الفي دي اس نفس الفانكشن بتاعه ال95، بيعمل بورت جروب، والبورت جروب ده بيديله تاج. وكل في ام وير بتشبك على الفي دي اس اول ما بحط لها البورت جروب بتاع 9 بتبقى هي كده دخلت معايا في الايه في البورت جروب 9، وبتبتدي تكومينيكيت انترنالي على في دي اس تحت البورت جروب 9 ده، واكسترنالي على التاج على الفيلان اي دي 9 اللي هو شابك معايا على الترنكات اللي شابكه معايا على الكور سويتش. طيب عشان تقدر تعمل السيتنجز دي كان بيحتاج النتورك ادمنستريتور والايه والسيستم ادمنستريتور والفي ام ادمنستريتور يشتغلوا في نفس الوقت. انت من ناحيتك تكريت الفي ام وير تعمل ترانك، ومن ناحيه الفي ام وير السيستم ادمن يكريت الفي دي اس
يعمل له البورت جروب ويالوكيت الابلينكس بتاعته كمان. طيب السيسكو اي سي اي عمل لنا ايه؟ السيسكو اي سي اي لغى حته البورت جروب. السيسكو اي سي اي يقدر ينتجريت مع الفي ام وير ويخلي الفي ام وير يعرف الاي بي جيز ويحطها جوه الفي دي اس بتاعه. اوكي؟ يعني انت تقدر ك اي سي اي ادمنستريتور تكريت الاي بي جي وتعمل لها بوش للفيرشوال ديستريبيوتد سويتش اوتوماتيكلي من غير ما الفي ام ادمنستريتور يتدخل في حاجه. الاي في ام ادمنستريتور وظيفته فقط ان هو يربط الفي ام وير بالاي بي جيز او البورت جروب اللي هو مربوط بالاي بي جي اللي على الاي سي اي، وهياخد كونكتيفيتي وهياخد ريتشابيلتي مع السيسكو اي سي اي. يبقى انت استفدت كده حاجه بالانتجريشن ده، ان انت كنتورك ادمنستريتور اصبحت ليك مانجابيلتي على الفيزيكال انفايرمنت وعلى كمان الفيرتشوال انفايرمنت اللي جوه الفي ام انفايرمنت اللي موجوده عندك. طبعا خلصت كده كده وحدت الايه المانجابيلتي بتاعه النتوركينج سواء كان فيزيكال او فيرتشوال. دي نقطه. تاني نقطه كمان، عرفت كل الفي ام انفورميشن دي وحطيتها جوه السيسكو اي سي اي، هتستفاد بالكلام ده بعد كده في السيرفيس جراف. يعني انت مش فقط هتعرف تقدر مش فقط هتعرف الاي بي ادرس والماك ادرس، لا ده انت تعرف كمان معلومات عن الفي ام وير ذات نفسها جايه لك من اي اي 6 اي هوست مربوطه ازاي. الكلام ده تقدر تترجمه مثلا ان انت ممكن تحط في ام وير كسيرفيس جراف، فاير وول في ام وير كسيرفيس جراف، وتبتدي تستخدمها مكان الكونتراكت مثلا او في التيتريشن او الحاجات التانية الادفانس، يبقى عندك معلومات كامله عن الايه السيسكو الفي ام ويرز اللي موجوده جوه الفيرتشوال انفايرمنت اللي موجوده معاك. طيب ازاي الكلام ده بيتم؟ الكلام ده بيتم طبعا ايه سلايد دي شرحه قايلك الفانكشناليتي بتاعه الفي دي اس، قالك الفي ام ام دومين. طبعا انت بتكريت حاجه اسمها الفي ام ام دومين جوه الانفايرمنت جوه الاي سي اي. الفي ام ام دومين ده بيقول ان انت هتكريت سويتش جوه الايه الفي ام كنترولر بتاعك في سنتر او مايكروسوفت الاس سي في ام ام، ده كان اسمه هايبرفايزر زمان او الكي في ام او وات ايفر. الفيرتشوال سويتش اللي انت هتكريته، خد بالك انت الفي دي اس انت بتعمل ايه؟ انت بتبوش في دي اس جديد، بتبوش في ام وير في دي اس جديد بالسيتنجز بتاعتك. تمام، لازم تعرف حاجه ان الفي دي اس اللي انت بتكريته هو في ام وير سويتش. يعني كانك انت بتكريت في ام وير سويتش جديد بسيتنجز جديده، اوكي، من خلال الايه السيسكو اي سي اي. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انا استفدته؟ ان السيسكو اي سي اي يقدر يبوش البوليسيز بتاعته الاي بي جي على الفي ام كنترولر. ثاني حاجه ان انت تقدر تجيب معلومات عن الفي ام وير انفنتوري اللي موجود عندك على الفي ام وير انفايرمنت اللي عندك. طيب ازاي الكلام ده بيتم؟ طيب خلينا نشوف الايه السيت اب او السيتنجز عامل ازاي. اول حاجه انا عندي فيه الايبك، لازم الايبك يكلم الفي سنتر من خلال اوت اوف باند مانجمنت، لازم يبقى فيه دايركت ريتشابيليتي ما بين الايبك وما بين الفي سنتر، لان الايبك والفي سنتر الكوميونيكيشن هيبقى ايه هيتم من خلالهم. اوكي، انا دلوقتي بتكلم على شكل الفيزيكال كونكتيفيتي او ريتشابيليتي، ايبك في سنتر من خلال مانجمنت اوت اوف باند مانجمنت انفايرمنت. طيب انا هنا عندي ده الاي اس اكس اي هوست وده الفابريك، كمان لازم يبقى فيه كونكشن ما بين الاي اس اكس اي الاي اس اكس اي هوست اوكي والليفز اللي موجوده معايا، لازم تشبكهم بابلينكس عشان يقدر يترانكو او الداتا فلو عندي ما بين الاي اس اكس اي والليف يتم. فالايبك والفي سنتر بيكلموا مع بعض باوت اوف باند مانجمنت، الاي اس اكس اي بيكلم الليف من خلال ابلينكس فيزيكالي شابكين معاك
السيرفرات بتبقى ايه، وات ايفر بقى السيرفر دي عندك ديل او وات ايفر اي سيرفر، بتبقى انت شابكهم على الايه، على الليفز اللي عندك كابلينج. طيب اول حاجه محتاج تعملها بعد ما عملت الفيزيكال، بعد ما فهمت الفيزيكال سيت اب، اول حاجه محتاج تعملها ان انت تكرييت حاجه اسمها الفي ام ام دومين. اوكي، الفي ام ام دومين بتكريتها جوه السيسكو اي سي اي، فيها معلومات عن ايه، عن الفي ام في سنتر اللي شابك معاك، الاي بي ادرس بتاعه، الكريدنشلز بتاعته، اوكي الاكسس بتاعه، وكمان بتكريت الفي دي اس ومعلومات عنه. اوكي، بتكريت الفي دي اس، بتقول والله الايفيت ده في دي اس اللي موجود معايا، وتحط له السيتنجز بتاعته، هيشتغل مثلا ال ال دي بي، هيشتغل سي دي بي او وات ايفر. فانت هنا بتكريت الفي ام ام، بتكريت الفي ام ام وبتحط السيتنجز بتاعته، اللي هي فيها الاي بي ادرس بتاع الفي سنتر، الانفورميشن بتاعه الفي سنتر، ومعلومات كمان عن الفي دي اس الجديد اللي انت كريته اللي هتعمل له بوش جوه الفي سنتر بتاعك. بمجرد ما انت بتابلاي الفي ام ام، بيحصل هاند شيك ما بين الايبك وما بين الفي سنتر، اوكي، وبيبتدي ايه، بيبتدوا يتعرفوا على بعض. اول ما الهاند شيك ده يتم سكسسفولي، ايه اللي بيحصل؟ الفي سنتر بيبتدي ياخد معلومات عن الفي دي اس او الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش اللي انت كريته جوه الفي ام ام دومين بالسيتنجز بتاعته. اوكي، يبقى انا كده كريت الفي دي اس بتاعي الجديد. خد بالك انت تقدر تستخدم في دي اس موجود جوه الفي ام وير، لكن في الاغلب الناس بتفضل انها تكري الفي دي اس جديد بسيتنجز جديد. طيب دي ستيب نمبر 3. ستيب نمبر 4 بتبتدي تعمل ايه، بيبتدي الفي ام وير ياتاتش الفي دي اس الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش دي لكل الاي اس اكس اي هوست اللي موجودين معاه، كل الهوستس. طبعا احنا زي ما احنا عرفنا ان الفي دي اس عباره عن فيرتشوال سويتش جوه الفي ام وير عشان خاطر يربط الاي اس اكس اي هوستس ببعض. فدلوقتي اول ما هياخد الكونفيجريشن من السيسكو اي سي اي، اوكي، وياخد الفي دي اس انفورميشن من السيسكو اي سي اي ايبك، هيبتدي يوزعهم على الاي اس اكس اي هوستس اللي موجودين معاه السيتنجز اللي انت كريتها طبعا جوه او تحت الفي ام ام دومين كونفيجريشن اللي تحت الايبك. طيب بعدين ايه اللي بيحصل؟ خلاص احنا كده عملنا السيتنج بتاعتنا، محتاج ان 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 الايبك بقى والاي اس اكس اي هوست يعرفوا الابلينكس بتاعتهم او ازاي هيفرودوا الداتا. هيفرودوا الداتا ازاي؟ من خلال ال ال دي بي. اوكي، هيستكشفوا بعض ازاي؟ من خلال ال ال دي بي او السي دي بي. خد بالك احنا، انا قلت لك وانت بتكريت في مرحله كريت الفي دي اس، هنا انت بتحط السيتنجز بتاعه الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش، لازم تعمل انيبل للال دي بي والسي دي بي. ليه؟ عشان لما الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش يبقى موجود جوه الفي ام انفايرمنت، انت عندك كمان في الـ في الـ في الجروب بوليسي هنا عامل الاو للال دي بي من على ليفل الاي سي اي، فالاي سي اي عليه ال دي بي، والفي دي اس اللي انت عملت له انجكت كمان عليه ال دي بي او سي دي بي، فبالتالي يقدروا يكتشفوا بعض، ويبقى كده الفابريك فهم اي داون ستريم، وكذلك الفي دي اس اللي انت عملته جوه الفي ام وير هيعرف اي اب ستريم يبتدي يفورورد الفيلان عليه. اوكي، طيب يبقى احنا عرفنا ان في اوت اوف باند مانجمنت، وفي عندي انترفيسز الاب لينكس والداون، الاب لينك بتاعه الفي ام وير والداون لينك او الداون ستريم بتاع الفابريك بيعرفوا بعض من خلال ال ال دي بي. اوكي، طيب بوينت نمبر 6، هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى ننجكت اي بي جي جوه الفي ام ام دومين، او نضيف، هو تكنيكال اللي بيحصل ايه، ان انت بتضيف الفي ام ام دومين جوه الاي بي جي. اول ما بتضيف الفي ام دومين جوه الاي بي جي، كل المعلومات دي بتروح على الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش اللي موجود، وتبتدي معلومات الاي بي جي تبان جوه الفي ام انفايرمنت، اوكي، بنفس النيمينج كونفنشن بتاع السيسكو اي سي اي. يعني نفس النيمينج كونفنشن بتاع سيسكو اي سي اي بيبقى ايه، بيبقى واحد. طيب انا كده كريت الاي بي جي، اوكي، بعد كده هبتدي اعمل بورت مابينج او بورت جروبينج. مش انا اللي هعمل، هو اللي بيحصل ان ان
ان الفي ام وير بيعمل جروبنج اوتوماتيكلي. طيب في معلومه هنا، البورت جروبنج ده احنا قلنا بيكون جواه الفيلان اي دي تحت الاي بي جي. ايه اللي بيحصل؟ ازاي الفيلان بيجيب الفيلان اي دي بتاعته من فين؟ الفي ام ام دومين يا جماعه بيبقى من ضمن السيتنجز بتاعته فيلان بول زي ما هنشوف، والفيلان بول دي بتبقى دايناميك. اوكي، بتدي له رينج وهو بيبتدي دايناميكلي يقصين. بمجرد ما بتكريت الاي بي جي وبتحطها تحت الفي ام ام دومين، السيسكو اي سي اي دايناميكلي بيدي فيلان تاجنج هنا اوكي جوه الايبك عشان خاطر تقدر تفرودها تحت الانترفيسز اللي رايحه للفي ام وير، والفيلان تاجنج ده بيروح على الفي دي اس اللي انت كريتته بتاع الفي ام وير كمان. يعني تقدر تقول عمليه البورت مابنج او الفيلان اي دي اللي بيمانجها كومبليتلي السيسكو اي سي اي، وانت حتى مالكش اكسس عليها، انت بس بتدي له الدايناميك فيلان بول وهو بيعمل ايه؟ بيكريت الاي بي جي، يبتدي يديها فيلان تاجنج معين ويعمل لها بوش للفي دي اس الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش اللي جوه الفي ام وير بنفس الاي بي كونفيجريشن. اوكي، طبعا الترانكينج بيهم كل ده بيحصل يا جماعه اوتوماتيكلي. يعني انت هتشوف بمجرد بس ما انت بتضيف الكونفيجريشن الحاجات دي كلها بتحصل بيهايند ذا سينز، انت مالكش اكسس، انت مالكش اي كنترول عليها. طيب عملنا مابنج، اللي بيحصل بيبتدي بقى ايه يكريت البورد جروب ويحطه جوه الفي دي اس. تمام، طيب كريتنا البورد جروب حطيناه جوه الفي دي اس، الفي دي اس هيعمله ترانك للاب لينك. بنفس ذات اللحظه السيسكو اي سي اي هياخد الاي بي جي فيلان تاج اي دي اللي احنا كريتناه ويبتدي يحطها في البوليسي الداون ستريم. يبقى انا كده الاي بي جي دي اول ما عملت لها بوش راحت للفي دي اس، والفي دي اس عمل لها ترانك للاب لينك بتاعه. وكذلك نفس القصه السيسكو اي سي اي من خلال التاشبل انتيتي بروفايل اللي على الاي بي جي دي هيبتدي يعمل ايه؟ يبوش الكونفيجريشن بتاعه الاي بي جي على الانترفيسز اللي احنا اكتشفناهم، وبكده يبقى حتى الترانكينج تم اوتوماتيكلي بدون ما انا اتدخل. زمان انا كنت بقعد اترانك بايدي واب لينك، لا دلوقتي اللي حصل ايه؟ تاني السيسكو اي سي اي عمل في ام ام دومين، الفي ام ام دومين عمل في دي اس، الفي دي اس ده من خلال الانتجريشن مع الفي ام وير عمل بوشنج للايه للفي دي اس انفورميشن جوه الفي ام وير، الفي ام وير وزعهم على الاي اس اكس اي، والاي اس اكس اي اصبحت ريدي. كريت اي بي جي جديده، ضفت عليها الفي ام ام دومين، اول ما بكريت الاي بي جي الجديده واحط الفي ام ام دومين، الفي ام ام دومين بياخد الفي لان تاج يحطه على الانترفيسز ال ال دي بي اللي هو اكتشف فيها الفي ام وير، اوتوماتيكلي بيعمل لها تاجنج، وكمان بيقول للفي دي اس اللي موجود بالفي جوه الفي ام وير ترانك الفيلان تاج اي دي دي عشان خاطر ايه الكوميونيكيشن يتم. طبعا كل ده بيتم اوتوماتيكلي، حتى الفيلان اساينمنت اوتوماتيكلي، انت بمجرد ما زي ما هنشوف في اللاب العملي بمجرد ما تعمل السيتنجز كل ده في اقل من الثانيه بيتكرر. طيب الحاجه الوحيده اللي بيعملها الفي ام وير ادمنستريتور ان هو بيجي على الفي ام سيتنجز يختار البورت جروب اللي هي ايه اللي هي الاي بي جي بتاعتي عشان خاطر يقصين في الفي ام وير او يحط الفي ام وير اللي موجوده معايا للبورت جروب الريليتد بيها او البورت جروب او الاي بي جي الريليتد بيها. كده يبقى ايه؟ يبقى فهمنا الورك فلو بتاع ال VDS integration مع ال VMware مع ال Cisco ECR. تعالوا بقى نشوف ايه اللي جوه الصندوق اللي اسمه VMM domain اللي تحت ال ECI settings. ال VMM domain جواه اربع عناصر مهمين جدا. اول حاجة ال VM controller information. انت بتكري ال VM controller information بتحتوي ايه؟ على ايه؟ ال credential اللي هو اليوزر نيم والباسورد بتاع الفي سنتر اللي انت هتمانجه. تاني حاجه هو الفي سنتر او الهايبرفايزر انفورميشن، انت هل انت هتتكلم في ام وير، اسم الداتا سنتر بتاعك ايه، اسم الـ الكنترولر ده هتسميه ايه. اوكي، اسم الداتا سنتر يختلف عن الكنترولر، الكنترولر اسم الكنترولر دي حاجه سيجنيفيكنت جوه السيسكو اي سي اي. اسم الداتا سنتر زي ما هنشوف في العملي هو لازم يماتش اسم الداتا سنتر اللي موجود جوه الايه او معلومه الداتا سنتر نيم اللي موجوده جوه الفي ام كنترولر لازم تبقى
هي هيها اللي موجوده على الفي سنتر سيتنج. ثالث حاجه البورت شانل مود، ازاي الابلينكس بتاعت الفي ام وير دي بتتكلم، هل هي معموله بورت شانل الاي سي بي، هل هي معموله اي بي بيست راوتنج اي بي بيننج يعني الاي بي ده يطلع على الابلينك ده، او هي معموله في ام بيننج يعني الفيرتشوال ماشين دي اللي هي بالاي دي ده يطلع على الايه على الابلينك ده. فهي هنا البورت شانل هي بتقول المود اللي الفي ام وير بيوزع عليه الترافيك جوه الابلينكس، هل هو بورت شانل بورت اجريجيشن ما بيني وما بينه، هل هو بيننج لود شيرنج بالاي بي ادرس او بالايه بال الفي ام اي دي الفيرتشوال ماشين اي دي. هنا يا جماعه ودي نقطه خطيره جدا، هنا الفي دي اس سيتنجز، هنا بقول الفي دي اس ده او الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش ده اللي هيروح جوه الفي ام وير ايه هي السيتنجز اللي موجوده معاه، يعني ايه، هل هو عليه ال ال دي بي، هل هو عليه سي دي بي او سي دي بي او ال ال دي بي ديسيبل، هبتدي استخدم مانوال يعني اللي هستخدم ال ال دي بي ولا سي دي بي. هي دي الكونفيجريشن دي اللي بتروح جوه الفيرتشوال ديستريبيوتد سويتش اللي جوه الفي ام وير. طيب خلصنا كده الفي ام كنترولر، اوكي تعالوا نتكلم عن الاتاشبل انتيتي بروفايل. الاتاشبل انتيتي بروفايل هنا هتبقى معنيه بالاحرى بالفيزيكال انترفيس الكونكتد عليه الاي اس اكس اي، اوكي طبعا ايه هقول له بقى ايه، هل الفيزيكال انترفيس دي عليها ال ال دي بي عليها سي دي بي، الكونفيجريشنز بتاعتها بقى بتاعت الفيزيكال انترفيسز الانترفيسز دي هل هي 10 جي 1 جي. فالاتاشبل انتيتي بروفايل هي البوليسيز اللي المفروض الفيزيكال انترفيسز بتاعت الليف اللي موجوده عندي في السيسكو اي سي اي هتبتدي ايه هتبتدي تاخدها. الفيلان بول زي ما احنا قلنا ان انا بيبقى عندي فيه دايناميك فيلان بحدد له بعمل له فيلان بول وبقول له ايه دايناميك في اساين، هقول له مثلا 190 لحد مثلا 210، فيبتدي الرينج ده هو اللي يبتدي الفيلان تاجنج ده اللي يتحط جوه الاي بي جيز جوه السيسكو اي سي اي جوه الليف وكمان جوه الفي دي اس اللي جوه الفي ام وير. وبعد ما اعمل السيتنجز دي كلها بضيف ال VMM environment ده تحت ال EBG. أول ما بضيف ال VMM environment تحت ال EBG automatically configuration دي بتروح لل VDS وال EBG كمان زي ما هنشوف في العملي بتبان تحت الايه تحت ال VDS اللي موجود جوه ال VM environment معايا. طيب آخر حاجة عندي هو ال integration مع ال Cisco AVE switch. سيسكو اي في اي سويتش انا صراحة نسيت اختصارا لايه، بس سيسكو اي في اي سويتش هو ابروتش مختلف من خلاله سيسكو اولا انت بتكرييت فيرتشوال سويتش جوه الفي ام انفايرمنت، اوكي والفيرتشوال سويتش ده بتبتدي تديسكفره كانه ليف وبياخد في تيب في الانفايرمنت عندك. يعني انت عندك لو تخيلنا عندك هنا الليف اوكي وهنا الايبك طبعا هنا السباين، في عندي ايبك في عندي هنا الفي ام انفايرمنت عندي الاي اس اكس اي هوست، ببتدي اكريت في ام الفي ام دي طبعا مربوطه فيرتشوالي بالاي اس اكس اي هوست، الفي ام دي عليها اي في اي سيتنجز السيسكو ليف بيبتدي يعمل لها ديسكفر، اوكي السيسكو اي سي اي بيبتدي يعمل لها ديسكفر كانها ليف شبكه عنده في الانفايرمنت وبتاخد في تيب وبتشتغل بيور في اكس لان، يعني كانك انت حشرت او عملت انجكت لكمبليت ليف جوه الفي ام انفايرمنت. طب استفدت ايه؟ ما احتجتش ان انت تعمل في سنتر انتجريشن، انت اصبحت الليف بتاعتك موجوده جوه السيسكو اي سي اي، مش محتاج ان انت تعمل ترانكينج، فقط كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تترانك ما بينك وما بين الفي ام وير الانفراستراكشر فيلان اللي هي فيلان 4 عشان خاطر الليفز والسباين يديسكفروا الاي في اي اللي موجود جوه الفيرتشوال ماشينز اللي عندك، وبالتالي يتعامل مع السويتش ده
مش كانه في دي اس. خد بالكم يا جماعه، الفي دي اس افتر اول هو برضه بي ام سويتش، في ام وير سويتش بالليميتيشن. الاي في اي يعتبر كومبليت سيسكو سويتش بيشتغل كانه فيرتشوال ليف جوه الفي ام وير انفايرمنت اللي موجوده عندك، فبالتالي يبقى الكنترول عندك اكتر، ومش محتاج ان انت تنتجريت مع السيسكو في مش محتاج تنتجريت مع الفي سنتر. انت بيبقى الكلام مباشره من خلال الانفراستراكشر في لان اللي اوريدي ترانك على الاب لينكس مع الاي 6 مع الاي في اي ديه، والاي في اي دي طبعا يا جماعه بتبتدي تتربط جوه الفي ام وير بكل الفي امز اللي موجوده معاك عشان خاطر تمانجهم كانها اكشوال ليف سويتش. اوكي، بكده احنا نكون خلصنا العملي بتاع سوري الجزء النظري اللي موجود في الفي ام انتجريشن. نشوفكم في اللاب ان شاء الله. شكرا.